الشاعرة نورس الجبري وفي قصيدة زوايا الألم، أصل أنا ما ضحكتش خالص. وفي قصيدة زوايا الألم يبنى النص على آلية السؤال. هذا النص أنا يعني أود أن أقرأه لأنه قصير، وحتى خليها هي اسمها هي الجابري، ما هي الجابري يعني، هي الجابري خلينا نسمعها. قال فهي يعني لاحظت ترتيب جميل. هذا سفيه لا، في توصيه من جودة بالاهتمام بها والله، لانها لانها لا فنانه، جودة نفسها لانها فنانه حقيقيه مش لانها اكيد. زوايا الالم صوتك. ماذا يعني ان تدور حول نفسك او تقف نفسك؟ ماذا يعني ان تدور حول نفسك؟ مش مهم يا جماعه. تقف في مكانك وتقودك النهايات الى البدايه، أن تتجرد من ثياب الوقت وتدخل بكامل عريك الأماكن كافة، تكون وحدك في عالم صاخب، تسمع صدى المقاعد وفوضى كثيرة تزدحم في عينيك، عيناك المصلوبتان في زوايا الألم لا تبصر يد المعنى وهي تمتد إليك، ستلتهم الخوف وتشرب القلق بكأس الانتظار، ولن تترك منك سوى تساؤلات بلا أجوبة ودمعة ساخنة تمزق لحظة صمتك الأخيرة.